عارفه ان حماتك هتبقى استاذه فاديه وطبعا هتبقى زوجة أستاذ نضال، وهيبقى بقى حوار الكبير قوي بقى عندك انتي، انت اللب بقى وايه والمشكلة كلها هتبقى معاكي. هل هيكون في مثلا صدام بينك وبين حماتك ولا بين صدام واحد؟ صدامات؟ صدام واحد؟ صدامات ده كتيرة؟ مفيش حالة ما بنتخانقش يعني. احنا بره المشهد بقول لها ها مين هيبدأ الخداع النهارده، انا ولا انتي؟ بس هي السكرة سكرة. طبعا لا، وفنانة هايلة، احنا بنتكلم في التمثيل سكرة. طب وهيبقى عندك مثلا مشاكل برضو مع أستاذة سميرة؟ ابسط بكتير لان هي مش اللاين بتاعي. بس طبعا يعني ابسط بكتير. لا حماتي طبعا اكتر حاجة، طبعا حماتي وجدتي. حماتك ونضال، الحياة بينك وبين نضال هل هي هتبقى الحياة السموث ولا اللي هي يبقى فيها مشاكل، علشان هو بيسعى ان هو دايما يخلف، ويعني هتبقى دي اولا انا عايزة اشكر نضال حقيقي والله العظيم. وقفت قدام ناس كتير ونجوم كبار، وفهمت يعني ايه الانسان ده خلوق ومهذب جدا وابن ناس. صح. وفي حاجات انا مش هنسهله يعني، اقل منه بكتير نجوميه، مش يعني اقل كفواضع كأسماء. الاسماء مركزين قوي هياخدوا الضوء. مش بتكلم حتى على المسلسل ده عشان يعني مش لازم يبقوا هنا، قصدي في خبرتي القليله انا عمري ما هنساله ان في مشهد بيخلص عنده، يعني الفينال بيتقفل المشهد عليه، المشهد اهو كات عليه. فكره كويس قوي، من غير ما نتفق ولا اي حاجه، راح ادى، احنا واقفين جنب بعض، راح ادى الكاميرا ظهره وبقيت انا اللي في وش الكاميرا، عشان هو حس ان المشهد ده احسن يخلص عندي. دي حاجات ما بتطلعش من حد. نضال بمعرفتي بيه هو غير ان هو طبعا موهوب جدا، وكل دور بيعمله عكس، حتى لو عامل الشخصيه دي شبهها قبل كده هو بيعملها بشكل جديد ومختلف. يعني في ناس كانت تقول لك ازاي ده نضال، ازاي ده نضال دايما اعماله كده سايق. صح. وعنده والسهل الممتنع، هو ما بيحسسكيش، هو ما بيعصلك الادوار، لا هو الراجل بيعمل الدور بكل كده انسيابيه زي ما بيتقال. هو ممثل من العيار الثقيل والاحترام كمان. انا لسه اول امبارح بقول له وقفتي قدامك غير وقفتي قدام اي حد، يعني حتى مهما احنا مشاهدنا قدام بعض صعبه جدا، مهما بكون تعبانه ومتوتره مش في كل الاوقات بتبقى قادره تعيطي، ساعات بتبقي شغاله بال 18 ساعه. حتى العياط ده مجهود نفسي وذهني، اني دلوقتي حالا اول ما تيجي الجمله دي اعيط حتى مش هدمع، ساعات ببقى مش قادره من كتر ما هو ماسك. صح. يقول جمله واحده يديك الاحساس. اقول انا عايزه اقول لك كمان تفصيل عن ده، كل الممثلين بنسبه كبيره من الممثلين بيحسوا طبعا دايما ان انا اصغر واحده فنيا، وده حقيقي يعني. كل الاسماء اذا كان في العمل ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله، انا تقريبا اللي داخله عليهم جديد زي ما بيتقال بالظبط. انا انا حياتي المهنيه 3 سنين يعني في اطار العظماء دول ولا حاجه، فاهم؟ فغصب عنهم اول ما المخرج مثلا بيقول اكشن، والله العظيم غصب عنهم لازم يقولوا لي اه في كده، بصي بصي المشهد ده اعمليه بعينك، المشهد ده قولي كذا. اوكي مستحيل اعدي لما حد يعني نضال الوحيد بيتعامل معايا اكني ومش بيعمل كده عشان يديني ثقه، هو عامل كده بيتعامل معايا اكنه ولا حتى لو عنده ملحوظه ما بيقولهاش، عارفه بيعمل ايه؟ بعينيه كده بيديهاني فانا اخد منه فتطلع. حساس وفاهم. انا بشكرك وسعيده جدا بالتجربه دي معاك.